والله العظيم قلت له طول ما انت موجود في المنتخب انا ما عاد اجي، لاني ما شفت منك ولا شيء ايجابي اتجاهي ولا حتى اتجاه الفريق. اوف هذا تصريح خطير كابتن. ماسك فيسبوك اكثر ما ماسك الفريق. والله عرفت الحكى، اقسم بالله باشياء عرفت الحكى، لانه ليش هذا الشيء خلص يا اخي تعودنا عليه ما في مشكله، بس عيب لكان في مدرب بسب اللاعبين بامهاتهم، يا ريت عم يسب كل الفريق، عم يسب اللاعبين الضعاف يا حرام. أوف. يعني لاعب يا حرام ما بيقدر يجاوبه، عم يسبه بامه، حتى في كلام قال قدام اللاعبين كلهم وطلبنا منه الاجتماع، والله قال كلام اقسم بالله بيستحي يقوله. ستاف شغال، أنا صعب روح يقعد سبع شهور من غير راتب، نحس أنا كأني معناها عامل ذنب كبير. ليش دمعت عيونك؟ احكيلي. خلاص برشا حكي في سوريا، حكي كثير، لكن الفعل قليل وإحنا حشنا بالفعل. ان شاء الله.